انا اصلا ما دبحتهاش ولا ضربتها، انا ده اللي كنت عايش عنها، ده كنت بحوش عنها والله من دام انت الكفر. انا ما عملتش والله ما عملت، انا طلعت ده هي قالت لي بس والله ما عملت، انا بقيت احط عن طنط ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فيديو لنا بعد العيد الفطر المبارك، أعطى الله عليكم بالخير واليمن والبركات، كل سنة وانتم طيبين، وحبايبنا في كل مكان بنقول لكم عيد فطر سعيد يا رب العالمين، دايما نتجمع في الأيام الحلوة يا رب. البيت أيوة البيت، البيت مين؟ نورهان الحاجة أم حسين، إن شاء الله قريب هتتحجز في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، ده جابت سيرتنا يا جماعة وجابت منصتنا كمان، ومش قادرة مش قادرة تقول على اسمنا إيه، عشان إحنا الوحيد اللي طلعنا يمكن هاجمنا سوريا، وكمان قلنا لخليل وتوجب بيه بلاغ رسمي وخد التسجيل يا خليل واطلع على النيابة العامة سجل بلاغ ضد أم حسين. طلعت تتكلم مع المحترم أبو وليد اللي ليه باع كبير جدا، شابوه لأبو وليد إنه قدر يجيب حقائق إن شاء الله هتدخل أم حسين السجن قريب. بتقول يعني هنقول لحضراتكم كده عشان ما نحرقش الحلقه النهارده، هنقول لكم بعض المقتطفات اللي في مضمون الفيديو. بتقول لي حسين ايه؟ دي الزياره الثانيه اللي الحاجه ام حسين راحت له القاهره وصايمه، ولا تقبل منك ربنا صيام ولا صلاه ولا اي حاجه يا ام حسين يا كدابه. ايوه يا كدابه، انا اسمي مجدي البلاوي يا حاجه ام حسين، يعني اللي يطلع يتكلم ويهزك كده ويغربلك المفروض تقول المنصه الفلانيه، مش تقولي في واحد طلع يتكلم، ده مش موضوعنا يا جماعه. لكن ام حسين بتقول لحسين انا هفتح القضية من جديد، اللهم صل على النبي، تفتح القضية من جديد؟ انت وراكي مين يا ام حسين؟ ولا انت كنت معلقة دبورة ومعلقة شريط ومعلقة ايه واتحلت على المعاش؟ ده بتقول لحسين ان انا هفتح القضية من جديد، وبتدخل اطراف جديدة في القضية، يا نهار ابيض، ايوه بودي وشمروخ وبربو ومش عارف مين بتدخلهم في القضية، بيقولوا ان هم كانوا مهددين حسين انه لو ما قتلش داليا الحوشي، يعني بودي واحد تاني او اشرف، لو ما قتلتش داليا الحوشي يا حسين مع نورهان احنا هنقتل ابوك اللي هو الحاج محمد فهمي، وشويه بيهددوا نورهان لو ما قتلتش داليا الحوشي هيقتلوا خليل. هو داليا الحوشي كانت عامله الاشكال القذر دي ايه؟ ما احناش عارفين. وطبعا قالت ان انا ما بشتمش النيابه العامه والنيابه العامه على دماغنا من فوق، انت اتهزيتي ولا يا حاج؟ ايوه الحاج ام حسين، الحاج ام حسين بانها خافت ولا ايه من كلامنا يا جماعه؟ عشان تعرفوا بس ان احنا دايما الحق ما فيهوش خواطر، سواء ام حسين ابو حسين اي حد احنا بنشوف كلمه حق بنقولها، سواء مع المجني عليه او الجاني يا ساده. ام حسين طلعت تهرتل تهريق، يعني بص متلخبطه خالص مش عارفه تقول ايه، وطبعا يعني ابو وليد بالاسئله الفولاذيه قدر انه يقلب الست دي يا جماعه ويجيب لنا حقائق كتيره قوي من القضيه. ام حسين اتكلمت كتير قوي وتقول ان حسين لا حول ولا قوه الا بالله، ان حسين كان واخد خشبه عشان لو حد من الجيران شافه هيضربه بالخشبه، ما دخلش. طيب انت حد من الجيران، يعني المفروض الخشبه دي تبقى موجوده يعني في الطرقه قدام الباب. لا ده الحكايه الثانيه بتقول ان نورهان لما حسين كان بيحوش عند داليا الحوشي، ياه قلبك كبير يا واد يا حسين، زي امك بالظبط. الحاج ام حسين قلبها كبير، قلبها ابيض زي الفحمه بالظبط يا جماعه. بتقول ان حسين حلف لها بالله ياما ان انا كنت بحوش عند داليا الحوشي، والنورهان هي اللي كانت عماله تقطع وتمزق. طب الميه السخنه يا ولا، الله الميه السخنه ياما، ده كانت نورهان جايباها من السخان، ولما انا رفضت وقعدت احوش عن داليا الحوشي ده لقيتها عليا، هي كانت مسخنه ايه، خزان ميه ولا ايه؟ ده هي حلت ميه يا حاجه، شويه طرطشوا على حسين وشويه طرطشوا على داليا الحوشي. وقال كمان يعني في مجمل كلام ان داليا الحوشي كانت قاعده مستنياهم يقتلوها، فبتقول ان حسين هو اللي كان بيحوش عن داليا الحوشي، ولما امتنع نورهان كبت الميه عليه شويه وعليه شويه، ونورهان تقول ان حسين هو اللي قتل، وحسين يقول ان انا ما قتلتش، ومش عارف بقى يعني ممكن اكون انا اللي قتلت داليا الحوشي. لا والله العظيم حصل، والله ما رحت، انا ما نزلتش بورسعيد دي غير مره واحده والله يوم الجلسه. ايه يا حاج ام حسين انت طلعت هرتيلي ولا طلعت تقولي ايه؟ فاحنا مش هنكتر مع حضراتكم في المقدمه، وهنسمع الفيديو، ويا ريت لو هتكمل معانا الفيديو للنهايه، انا محتاج اروح حضراتكم ومحتاج يمكن تحليلكم، لان احنا بنقرا الكومنتات وبناخد من افكاركم، لانكم يمكن اغلب الناس المتواجده على السوشيال ميديا افقه مننا علما وفهما في اي حاجه، فيا ريت لو حضرتك هتكمل معايا الفيديو للنهايه هتساعدنا،
وتسمع الفيديو وتحلل لنا حاجات كتير قوي عشان هنعمل عليها. بس فانا محتاج اراء حضراتكم، وياريت يعني فضل وليس امرا اللايك عشان الفيديو ينتشر، والست دي احنا مش هنسيبها في حالها لانها بدات تهتز، بدات ان هو يصيبها التوتر بعد ما كانت بتقول للنيابه العامه ضربت ابني والمباحث دي سيبك منها والحاجات دي كلها. واحنا وجهنا رساله لخليل والد نورهان انه يتقدم ببلاغ للنيابه العامه. خفت يا ام خليل يا ام حسين، ام حسين ام حسين بتلعب في ودانها الاثنين. يلا بينا نشوف الفيديو ومنتظر اراء حضراتكم في الكومنتات. عليك السلام حسين. وانت ابو وليد. ازي حالك؟ بصوم طيب. وصحة بالسلامة. النهارده الاربعاء بكره الخميس وبعد كده العيد، بصوم طيب. وصحة بالسلامة. اول العيد امتى؟ الجمعة بعد بكره السبت ان شاء الله. وانت بخير. وانت طيب. عامل ايه يا عم محمد؟ ام حسين اللي معاك. ايوه عامل ايه يا عم محمد؟ بقول لك ما انا عارفك انت اللي معايا. الحمد لله. رحت النهارده؟ رحت. خير، قولي لي اللي حصل. اللي حصل مش هقول ابو وليده لان انا كده ما تزعلش مني. انا كده انا عايز اعرف انت طالعين يقول ده ابو نورهان اطلع اشتكوا المحترف بالنيابه العامه. مين اللي قال لك كده؟ هما النهارده بيقولوا كده على النت. ما انا قلت لك 100 مره ما تصدقيش كلام النت يا ام حسين. هو احنا اول مره ما احنا بنقول لك ما تصدقيش كلام النت. اول ما هذا عمال ينده عليا وقلنا منك يا ابو نورهان النيابه العامه لان هي غلطت النيابه العامه. انا غلطت بالنيابه العامه؟ لا ما غلطتش في النيابه. انت مين اللي بيقول؟ هي دي عامه على دماغنا احنا ما قلناش حاجه. مين اللي بيقول يعني؟ ما بقولش اسمه. ما احنا قلنا 100 مره كلام النت ده سابق منه. ما هو بص يا ابو وليد، هو اصلا بيقول انا كنت قارك ان يعني هو حصلت بس على الدمان اللي فات. بيقول ده انا لسه طالع. مين هو؟ ما اعرفش، هو مش راضي يقول على اسمه اصلا. واحد على النت يعني؟ انا كنت غلطت بالنيابه العامه عشان انت لما حسين بيقول لك النيابه، قلت يا ابني النيابه مش بيضرب والكلام ده كلامك متسجل. طيب انا اللي غلطت بالحكومه ولمني اللي قال لي ولا قلت له؟ طب ما الناس عارفه الكلام ده. انا اللي يا ابني الناس عارفه الكلام ده يا ام حسين. انا عاتي اريتريا متقال. عاتي ايه؟ هو انا معايا 100,000 واحد انا اريتريا متقال؟ سوريا مين؟ 100,000؟ مين قال لك عاتي اريتريا 100,000؟ مقلوبة على فريم ولا اعرف انا ولا متابع والله اي حاجة. احنا اللي يهمنا الله يخليك يا بابا، احنا اللي يهمنا انت رحتي له هتقولي لنا، لان انا سالتك سؤالين هتقوليهم وهنذيعهم، مش هتقوليهم ده هتذيع عليك يا ام حسين. ما انا بقولك انا بسالك لان انا كده بتقلب عليا. انا اللي انت قلتيه ده كلام ابنك، وانت لما ابنك في الزياره اللي فاتت قلت له انت خيبان النيابه ما بتضربش حد. ايوه. طب ما انا عارف والناس كلها عارفه الكلام ده. بيقول ان انا اللي انا وعمان يقول لابو خليل اطلع بالتسجيل ده للنيابه العامه واديكم محسن. ما انا مش عارف مين اللي بيقول. انت بتقولي ناس بتقول، ما انا مش عارف مين اللي بيقول. انا اساسا ولا بتابع ولا بدخل اي قنوات. انا في القنوات اللي انا بسمعها كان ساعتها الاستاذ محمود هنا كان بيسلم عليا امبارح. باين امبارح ايه؟ من خمس ايام. انت ما طلعتيش معايا امبارح ولا اول. مش على منصتك يا ابو وليد، مش على منصتك. على منصه ثانيه يعني؟ كان بعت لك السلام يعني؟ ده كان بيقول لي احنا بنتكلم النيابه العامه لان هي كده غلطت الحكومه والحكومه دي حقها. لا انا اللي اعرفه والناس كلها عارفه ابنك لما بيقول ده انا كنت خايف اتضرب قلت له انت خيبان النيابه ما بتضربش حد يا خيبان، كنت تقول اللي انت قلته والكلام ده مش ده والكلام ده معروف. ماشي. حكاية الثلاثة ولا الأربعة اللي كانوا الاثنين اللي أنا قلت لك عليهم. أنا جبت غير أنا جبت كلمة من بق أنا غير من بق أمي. حسين هو اللي قال وأنت كنت بتقولي له يا ساعة ما كنت معاك زيارة. طيب انا عندي سؤال ان انا من امامي انا اجيب الناس اللي كانوا قاعدين معايا كنت مش عارف سؤال ولا مش سؤال.
اللي هم كانوا في الحجز يعني معايا، اللي كانوا مش في الحجز، اللي هم كانوا حراس يعني. الحراس انا عاجبني. ايوه حجك. بلاقى مني ولا مش بلاقى مني؟ حجك. في كاميرات. في كاميرات هناك بتصور؟ امال ايه؟ طب والله كويس، انا ما اعرفش ان في كاميرات. يعني المهم رحت له النهارده، رحت له النهارده. لسه جاي من عندي. الوقت. هو في زيارة بالليل كده؟ لا انا على ملف من مصر بقى. هو في مصر ولا في بورسعيد؟ لا في مصر. سألتي على اللي قلت لك عليهم طيب؟ سألتهم. طيب قال لك ايه بقى على حكاية المية السخنة؟ أهم حاجة المية السخنة. المية السخنة؟ أنا هقول لك يا أبو وليد، تصدق بقى ما تصدقش اللي أنت حافظه. قول يا أم حسين. أنا بقول له إيه حكاية المية السخنة يا حسين اللي بيقولوا عليها؟ أنا كنت عايز أسجل. كنت عايز إيه؟ كنت عايز أسجله بس خفت أسجل تاني. لا هو قال لك إيه؟ إجا قال لي يا ماما المية ما كانتش سخنة، البنت كانت جايباها من السخان وكانت حطاها مركناها في الحلة. ماشي، كان هيعملوا بيها إيه يعني؟ اسمعني بقى. والمية كانت باردة. ماشي. يعني بدرة كده، يعني بدرة. ما هو أيوه على ما قعدوا هم ساعة إلا ربع كانت بردت. ماشي، المهم كانوا هيعملوا بيها إيه؟ فقال يا ماما على ما جت حصل صمت داليا بالله، ده اللي حصل من فوق قدامهم هنا. على ما جت حصل من طنط حوش عن طنط داليا وسايب، وقلت لها يا بنت تعالى وديها المستشفى، راحت رش عليا الحله الميه انا وماما. يا دي المصيبه، البنت اللي رشت حله الميه رشت الحله عليا هي انا وماما. حلو قوي. الميه دي بقى كانوا يعملوا بيها ام حسين او البنت اللي بتعمل بيها؟ بقول لك هي كانت مركونه عندها. طب وخد ليه عصايه معاه؟ نسيت. فانا بقول له طب وحكايه العصايه؟ قال لي يا ماما عشان الجيران بيقعد يتكلموا معايا، فانا قلت لو حد ضربنا ولا عمل حاجه انا كنت همسك في الجيران. يعني هو واخد العصايه دي للجيران يعني؟ قال لك عشان لو حد كان يتكلم معايا، لان هي بعد ما نادت لي وسايبه الباب مفتوح، انا كنت واخد العصايه معايا علشان الجيران. انا ما كنتش واخد العصايه لسانت داليا، وبقول ده انا كنت انا شلتها وقلت انا هوديها المستشفى، البيت راح تلمي عليا حله الميه انا وهو. يعني هو بعد ما عملوا فعل اللي عملوه كان عايز هو يوديها المستشفى والبيت هي اللي منعته؟ مش افهمني يا ابو علي. وقول سانت داليا لما صعبت عليا والبيت عماله بس تاهي، انا جت اوديها المستشفى يا ماما، قلت لها يلا يا نورهان نوديها المستشفى، يلا نوديها المستشفى. بقول ايه راح تدلق عليا حاله المال وماما. لا اله الا الله، بالله ده اللي حصل من بق ابني، وانا عندي شهادة دي. عندك شهادة؟ عندك شهادة اللي هم الجماعه اللي كانوا قاعدين معاكم حراس؟ ماشي. وانا زمان قلت لك يا ابو وليد احنا نبقى قاعد واقفين بعيد عنه، احنا لا بنكلمه ولا بنقول، والناس قاعدين حوالين ولا بنوحي ولا بنقول. انا خدت من بق ابني وقلت له انا هجدد القضيه تاني يا حسين، واللي انت قلته هقوله. اللي انت قلته هقوله عشان ما حدش يقول ام حسين اللي بتوحي ابنها. انت ابو وليد اللي قلت لي احنا عايزين نعرف الحكايه منين. مش انا بس يا ام حسين، ده العالم كله عايز يعرف اللي حصل. هو انا بس؟ دي الناس كلها عايزه تعرف اللي حصل. طيب انا عزمت كلامكم وقلت لكم او عملت لكم. انا بقى مش دي بذات ان انا اشتكي. طيب النهارده انت لما رحت له النهارده واخد بالك؟ جات لك انا عملت ايه في الشقه من ساعه ما رحت لغايه ما نزلت؟ هو بقول بالله العظيم انا كنت، او ده اللي انا اقوله للتاني ده. انا كنت بقول له، طب قول لي. قال لي يا ماما وفي حاجه هقولها لك تاني. بيقول بساله على حكايه اتنين اللي انا قلت لك عليهم. بساله، قال لي يا ماما كانوا واقفين بعيد ورا العماره. لا ثواني يا ام حسين، عشان حتة مهمة دي، واقفين بعد الجريمة ولا قبل الجريمة؟ لا ما انا هقول لك اهو.
فقلت ابو حسين العيال ده عشان احنا اهلنا ما نظلمش العيال دي. اه قال يا ماما قال بعد ما كانوا واقفين مع البيت دنتهم واقفين بعيد وقالوا له يا حسين لو ما طلعت مع نورهان وعملت اللي احنا قلنا لك عليه هنقتل لك ابوك الاول. طب بس انتوا قلتوا ما كلموش خالص ام حسين قبل كده؟ ده هي البيت اللي قالت له بقى. لا انا لما سالتك قبل كده قلت لي ده هو يعرف ولا ما يعرفوه، ده هو كان بيوحى البنت والبنت كانت بتقول. انا يا اصلا مش قادر اتكلم لسه ما فطرتش. اه طب افطر افطر ورن عليك كمان نص ساعه. لا اسمعني بس انا عايز افهم بالظبط، بس انا انت المره اللي فاتت قلت لي ده هو كلمهم ولا هم كلموه. افهمك انا بالراحه. اه بقول لي يا ماما البنت جت قالت ايه؟ هم واقفين ورا العماره. اسمه بوزيز والولد اسمه قائد. واقفين ورا العماره قبل الجريمه مش كده؟ اه حلو قوي. لو انت ما سمعتش كلامي وخلصنا الحكايه ابوك هيتقتل. مين اللي قال له كده؟ البيت. يعني هو ما قابلش العيال؟ لا البيت الكلام كله انا قايل لك من الاول من بق البيت. ايوه طب هو كان شايفهم واقفين يعني؟ شايفهم واقفين بعيد؟ ده هي اللي قالت. هي اللي قالت له كويس. بعد كده قالت له هنقتل لك ابوك. اه قالت له خد بالك بقول لك مش ابويا بس. ابوها كان قبل مننا. عم خليل برضه؟ بالله العظيم بقول ايه يا ابتسام؟ قولي يا ابتسام. عايزه تقولي يا ابتسام؟ يعني عايزه تقول لك مهددينها بابا. اه العيال دول كانوا مهددينها بابا عم خليل برضه. مش ابتسام ده نجات. ازيك يا نجات؟ هو نجات ابو عم خليل وابو حسين. يعني العيال هددوا البنت بعم خليل وابو حسين. هي هددت حسين بابوه. هي قالت له العيال بيقولوا لك لو ما عملتش معايا كده هنقتل لك ابوه. فهو يقول بقى يا ماما انا ما عملتش والله ما عملت. انا طلعت ده هي قالت لي بس والله ما عملت. انا بقيت احط عن طنط جاي. طب حلو جو. انا سالته قولي له من ساعه ما طلع الشجر لغايه ما نزل قال لك عملت ايه؟ بيقول قعدت معاه وقعدنا نتكلم انا وطنط جاي اللي نايمه وبعدين هي راحت. اقول لك ايه؟ راحت جايبه شاكوش. وجايبه حاجة وحطها على الكوميدينو. قال لها انت هتعمل ايه؟ قالت لك احنا هنعمل ايه؟ احنا قاعدين اهو. قال لها طيب. بقول لها ماما انا خفت هي تضربنا تقتلنا انا كمان. بس بقول كانت في حاله اقول لك ابو والد ولا ديت ممكن تفهم. كانت في حاله ايه يا ام حسين؟ البنت رومانسيه وعسل وابتسام بنت النهارده كله قاعده. البنت رومانسيه وحلوه ومش عارف اي حاجه. قالوا لي على كان نفسي ان انت تيجي تشوفي ده بنت جحده لو كنت تيجي تشوفي. طيب بعد ما حطوا الحياه على الكوميدينو عملت ايه؟ هي بقول لك بقى وانا بكلم طنط داليا بعد ما بوينا خبرتها خسر الصراحه. يعني هو صح زي ما جبت حقيقات هو ضربها بالخشبة. بقول انا خبطتها خشب. كويس. لما هي قالت يلا يا حسين يلا يا حسين. قلت لها دي البنت تخصب عليا ونشوف لازم من هنا واعمل لك فضيحه واعمل لك واعمل لك. ورحت خبطها بالخشبة ورحت خاشب. خبطها بالخشبة في الاوضه ولا في الصاله؟ بقول وهي في الاوضه. وهي نايمه في الاوضه الله يرحمها. وبعد كده هقول لك حاجه ابو وليد ابن الهالي. هقول لك حاجه. بيقول يا ماما كل ما بخبطها بالخشبه تدخلك يا رب. بقول جت اخبطها بالخشبه تلاقيت الخشبه ترجع عليا. لا اله الا الله. وخوفت. بالله يا ابو وليد انا بقول لك ان كان دي تفيد القضيه. بقول لك والله سبحان الله باين عليها. سبحانك يا رب. الله يرحمها. يعني بقول انا جت اخبطها بالخشبه تلاقيت الخشبه ردت عليا. الله يرحمها يا رب. بقول اخوك بقول البنت قالت لي اهو لسه انت لسه هتتدلع. بقول ونزلت على راسي. اعوذ بالله. نزلت على راسها بالشاكوش. بقول لك والله العظيم يا ماما بقول وحتى ايد قالت على مرأة اهلها. عملت ايه يا ام حسين مش سامع؟ البنت بتقول البنت اللي كل يوم تبقى شكلها كده يعني.
يعني هي بتقولها بتاعت بيت اللي هم بيقولوا عليها بيوت دي. ده بكون يا هم اعوذ بالله شيطان اكن الصدر كده ونزلت على امها ازاي يا ماما ما تعرفيش. لا اله الا الله. لا خدها. طب هو ما جريش ليه بقى يا ام حسين في الوقت ده؟ قلت له طب ما جاش ليه لما هم هددوك وجوهم قالوا لك لما انا كنا هنقتل ابوك اما احنا هنقتل ابوك واختك وبعدين ابو والدها وانا هسيب بنتي تسيب بنتي؟ لا احنا خلينا في اللي بيحصل يا ام حسين. كمل كمل عشان ده مهم اللي انت بتقوليه ده. طب بقول يا ماما بقول ساعتها يا ماما زي ما يكون سبحان الله عظيم بقول بقيت اتمنى ان هي الشاكوش يجي عليها هنا عليها بقول بالله العظيم انا كنت بتمنى ان الشاكوش يجي عليها هنا. طب بعد كده المرحومه طلعت الصاله مش كده؟ بقول هي طلعت الصاله وقعدت معايا وقالت لي البسي احسن تشتت من بتوع عيالي وانزل لان بنتي طول عمرها بتكره. يعني الكلام ده بعد ما ضربتها على دماغك قعدت مع حسين في الصاله شويه وبتقول له مش انت؟ بقولك هي من اول ايوه بعد ما خبطتها. طب كويس ما جريش ليه بقى حسين لو هو مش في نيته غادر ما جريش ليه وتبع؟ دلقت على الميه ما دلقت عليها استنى ما اكلمه دلقت عليها الميه وقالت له اقف مكانك انت كده باسم عالي. كويس بعد كده عملوا ايه؟ انت سمعت كده بيقول لك قالت بالتحقيقات قالت ايوه اللي حصلت ورجعت غيرت في كلامها ما ساعتش. لما انت سمعت بالشجه طيب ما هي نزلت وسابت في الشجه يا ام حسين هو ليه ما جريش على الحكومه وبلغ؟ لا لا بيقول هي اول ما حطت المفتاح في مدينه فتحت الباب وطلعت تجري وسبتها مع امها. ده هي اللي نزلت الاول لما دام شرايه وقالت له خلاص. لا بقول انا سبتها في الشقه. هو قال لك انا سبت البنت في الشقه ونزلت. بقول انا سبتها في الشقه لما سمعت المذيع بتقول خلاص سبت وجري وهي راحت راميه المفتاح على الكمين والثاني قطع وطلعت. الكلام ده بعد ما كانت خلاص المرحومه راحت يعني؟ لا قبل ما تجرى لها قبل ما تروح. يعني هو ساب الشقه والمرحومه كان فيها روح يعني؟ بقول انا حتى اقول لها تعالي نوديها المستشفى يا نيران تعالي نوديها المستشفى بقول قالت له انت هتسكت انت روحك ولا ما انتش تاني؟ يعني فهميني بس يعني هو نزل من الشقه والمرحومه كان فيها روح لسه وكانت قاعده بتكلمه ونزل هو وجري وسابهم. ايوه جري بقول لك انا ما صدقت ان انا طلقت المفتاح جري. والبنت كانت شايله المفتاح فين؟ كانت بقول لك كانت حاطاه لعبها وبعد كده حطته على الكمبيوتر رحت انا فاتح وطلع عجل. حلو لما نزل بقى لقى الجماعه دول تحت ولا كانوا مشيوا؟ بقول لك انا ما شفتش حد منهم ده الكلام منها هي. الكلام منها هي بقول لك انا ما شفتش حد منهم قالت هيختطف اختك وهيقتل ابوك وهنرجع نتدور على ابويا وعليك. يعني كانت جريمه كانت هي دي كانت هتبقى جريمه. واللي عملوه ده اكبر جريمه يا ام حسين واللي عملوه ده مش جريمه ده اللي عملوه ده اكبر جريمه. انا حكيت لك ابو وليد انا حكيت لك وانطباعات قدموني ما تقدمونيش انا بقول لك على اللي بيحصل من فوق. لا خلاص اللي انت قلت لي انا هذيعه النهارده عشان الناس تعرف اللي اتقالوا اللي حصل. انا بقول ما قلتش في النيابه كده لا بقول انا خفت يا ماما انا خفت. ايوه ما انا سامعك في المكالمه الاولى والناس كلها سمعتك لما انت قلت له يا خيبان النيابه مش بقول انت لو كنت قلت كده في النيابه كانت النيابه هتقف جنبك. طيب المحامي الثاني اللي انت موكلاه الوقت مش هتقول اسمه برضه ولا شويه كده؟ لا ساعتها هو المحامي قال احنا هنجدد قضيه الفيسان بالتنفيذ. طب اللي انت قلت لي انا هبيعه النهارده برضه عشان الناس تعرف اللي حصل انت رحت عنده الساعه كام ومشيت الساعه كام؟ وبعدين بيتهموني ان انا قعدت فلوس في السيل او انا كان معايا حته فلوس. مين قال لك عدت لست صرايا فلوس؟ بيقولوا ام حسين اللي العجله طب والست صرايا مالها ومالها هتاخد منك فلوس مش عايز ست صرايا؟ انا عارفه. لا لا انت رحت له الساعة كام يا ام حسين؟ انا رايح له الساعة 10 ورجعت قعدت معاه ساعة ولا ساعتين؟ لا هو كل اللي بنقعد يا ابو وليد نص ساعة نص ساعة نص ساعة بس انت المرة اللي فاتت قعدت معاه ساعة. لا المرة اللي فاتت انا كنت عايز افهم منه قعدت اقول طب ما عرفتش دقيقة واحدة ما عرفتش مش عارف ايه. طولت طيب لا ماشي اللي انت قلتيهم دول انا هذيعهم والناس هي اللي لها الحكم يا ام حسين.
ماشي، بس انا هقول لك يا ابو وليد، ام حسين لا بتحرك حد، ام حسين عايزه الحق، لا بتحرك حد ولا بتعمل حد ولا بتظلم حد، عشان كل ما حد يقول ام حسين ام حسين ام حسين. كل اللي انت قلت ده هيتذاع، الناس كلها هتسمع ان شاء الله. ام حسين ملهاش بالنيابه العامه، النيابه العامه على دماغنا. انت قلت كده المره اللي فاتت، قلت له يا خيبان، ما قلتش ليه النيابه كده. انا قلت كده، انا قلت النيابه، النيابه ما بتظلمش حد. قلت كده والناس سمعت، وانا زي ما قلت لك ان شاء الله هيزعدوا النهارده، وربنا يزرع حاجه يا ام حسين، وكل واحد ياخد حقه يا رب. يا رب ماشي يا ام حسين. السلام عليكم. انا لو انت جددت القضيه اهو، انا هقول بقى ما نتفق. يقول كل واحد له حق ياخد، ربنا هو الحق ويزرع حق ان شاء الله. البلد انا كنت بعيد، انت وابويا واخواتي، انا اصلي. ماشي، يعني انت النهارده ايه يا ام حسين في الايام؟ النهارده الاربع. اللي انت قلت هروح اليوم الاربع، وبكره الخميس وبعد العيد، مش كده احسن ناس تقول لك دي حاجه قديمه اللي هم زيعينها دي؟ لا يا عم، ربنا يعينهم على اللي هم بيكذبوه. الكل اللي يكذب ربنا ينتقم منه يا ام حسين، ربنا ينتقم منه. ربنا ينتقم منه. ربنا ينتقم منه. ماشي يا ام حسين، السلام عليكم. عليكم السلام.